السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض الجرين بيلدينج استوديو. ده عبارة عن موقع الانترنت برفع عليه الموديل بتاعي. طيب خلينا نيجي هنا اقول له انا عايز اشوفه اركتكتشر. طيب دلوقتي انا عايز ابدا ارفع الموديل بتاعي. عشان ترفع لازم يكون عندك ملف جي بي اكس ام ال، او من الريفت ممكن تقول له ارفع الموديل اوتوماتيك. من اجي هنا من اناليسيس واقول له انا عايز النيرف سيتنج، تقدر تختار اللوكيشن بتاعك وليكن مثلا كايرو، تدوس على التلات نقط ديت وتبدأ تكتب المكان الجديد اللي انت عايزه. وهنا بقى هيعمل ايه؟ هيروح للويزر ستيشن، المحطات اللي قريبة منك، ويقولك اختار هل انت عايز المحطة ديت ولا ديت. بيبدأ ياخد منها المعلومات، يعني مثلا مصر للطيران ليها ويزر ستيشن، بتبدأ تحط المعلومات الخاصة بالمناخ ودرجة الحرارة والرطوبة والحاجات ديت اللي تقدر تجيبهم من هنا. طيب هقول له دلوقتي اوكي، وتبدأ بقى تدخل هل انت عايز الاعتماد على البيلدنج اليمنت ولا الكونسبشوال ماس ولا الاثنين مع بعض، الجراوند بتاعك هو انهي دور، البروجكت فيس، الاناليتيك. وهنا تبدأ تدخل بقى على المعلومات الخاصة بالمبنى، البيلدنج تايب، الاوبريشن سكادول، يعني هتشتغل كام ساعة في اليوم وكام يوم في الأسبوع. طبعا احنا عبيد بنشتغل 7 أيام. الاكسبورت كاتيجوري، بعد كده بتقول له اوكي. بعد ما تدخل كل المعلومات اللي انت شايف انها صح، بتقول له كرييت انرجي موديل، فبيبدا يعمل لك الموديل. هو اوتوماتيك بيبدا يرفعه للجرين بيلدينج ستوديو. بيقول لي ران انرجي سيموليشن ولا كونتينيو ورك، هقول له اوجد لي المعلومات. طيب بيقول لي عايز كريت نيو ولا يوز اكستنشن، تبدا تختار من المشاريع اللي موجوده. لو في مشروع مش موجود هتقول له اعمل ريلود. طيب كريت نيو واقول له اعمل لي الملف دوت، ممكن تسميه مثلا ام 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 كونتينيو، فهو يبدا يعمل الانرجي سيموليشن ويبدا يرفعه. طيب لو جينا هنا مثلا اهو، تقدر تختار اي مشروع من المشروعات اللي موجوده، تدوس عليه يبدا يجيب لك كل المعلومات المتاحه، الران ليست بتاعك والتواريخ بتاعتها واليوزر نيم والفلور اريا والانرجي يوز. طيب لو فرض مثلا انا عايز اضيف شخص للمشروع، باجي هنا بروجكت ممبر، ببدا اضيف الايميل بتاعه، تمام. وبعد كده بحدد هل الشخص ده هيبقى مانجر ليه كل الصلاحيات ولا ادرانس ولا داونلود هيقرا بس ولا ريد اونلي يقرا وما يقدرش يعمل داونلود، وتسيف كل المعلومات اللي موجوده هنا، تمام. بحيث هيظهر لك هو عمر سليم، ده الايميل بتاعي، هو المدير بتاع المشروع دوت. الران شارت يبدا يجيب لك ران شارت للمشروع. ولاحظ ان انت هنا سهل تخش على البروجكت سوليان والانسايت، يبدأ بقى يجيب لك كل المعلومات، التوتال انرجي، الالكتريكال، الفويل هيبقى قد ايه بالشكل دوت. تقدر تختار بقى الشكل اللي انت عايزه، تمام. اليونت عايز تشوفه بالدولار ولا بالدولار لكل متر مربع ولا لكل فيت مربع، تقدر تطبعها. طب ده كوست، لا ده انا عايز الانرجي، يبدأ يجيب لك بالانرجي كيلوات في الساعة قد ايه وهكذا. طبعا كمية معلومات قوية جدا. البروجكت ديفولت ده مش بيسطب، ده كل ده اونلاين. بيبدأ يجيب لك بقى المعلومات، البيلدينج، السبيس، كل الحاجات دي ممكن تخزنها في التمبليت، يعني حتى ممكن تقول له سيفالي كتمبليت، اي تعديل انت ممكن تعدله. تقدر تدوس هنا وتضيف المعلومة اللي انت عايزها، يعني عايز تغير الاسم مثلا، عايز تغير النوع، المعلومات الخاصة بالسبيس، تقول مثلا كونديشن تايب ده هيتد او كولد او الاتنين مع بعض او فنتليشن. السبيس تايب ممكن تحط بارامتر مثلا خاص بالموضوع دوت. اليونت موجودة هنا، الكريتيريا ممكن اولوز او لو احنا بس ايه او هي مش متعرفة، وتقدر تكتب النوتس هنا.
المعلومات بتاعت المشروع بالديتيل بقى، البروجكت تايب طبعا ثابتة. طيب هو كده خلص، فهتلاقي المشروع ظهر معانا، الادرس، السيتي، الستيتس، التايم زون، البروجكت ممبر لو عايز تضيف، اليوتيليتي انفورميشن، الويزر ستيشن. طبعا الويزر ستيشن زي ما احنا قلنا ممكن يكون في كذا محطة قريبة من المكان، فانت تبدأ تختار المعلومات اللي انت عايزها بتبقى من انهي محطة، او بيحدد لك اسم المحطة اللي جاي منها، الكولينج ديجري داي وهكذا، يجيب لك كل المخططات الخاصة، مثلا ده المخطط بتاع الرياح في السنة كلها تبقى عاملة ازاي، فبيبدأ يجيب لك من جميع النواحي، طب في الشتاء تبقى عاملة ازاي، في الصيف، طب درجات الحرارة طول السنة هتبقى عاملة ازاي، بدل ما انت كل شوية تقعد تخش على كتاب برنامج، لا هنا بيجيب لك المعلومات كلها، ومش محتاج جهازك مقوى ولا حاجة، هو كل المعلومات بتجيلك اونلاين بالشكل دوت، الدراي، الويندوز اهيت. وممكن هنا تخش مثلا على الداشبورد، ده خاص بقى بالمعلومات بتاع كله، مش خاص بمشروع، البروفايل بتاعي لو انت عايز تغير بقى المعلومات الخاصة بيك، الماي اكونت يبدأ بقى يجيب لك، لو انت عامل اي تمبليت يبدأ يجيبه لك هنا، تمام. طب لو احنا عايزين نعمل تمبليت، هاجي هنا هقول له كرييت بروجكت تمبليت، تحدد بقى الاسم بتاعك، كرنت تمبليت هسميه مثلا ام او اي زد مثلا، البيلدينج، اشورنس بلانك سيرفيس ان مفيش ويندو مفيش سكاي لايت، لو انت عايز ممكن تعلم السبيسز، ايه البرامتر اللي انت محتاجها، هل انت محتاج اللايتنج باور تبقى موجوده معاك المعلومات بتاعتها، ممكن تدخل الفاليو، والوحدة قياس النوتس المعلومات، الزونات ممكن تعلم على البرامتر اللي انت محتاجه معاك، السيرفيس انا البرامتر اللي انت هتستخدمه ومحتاج يظهر معاك في التمبليت، وتقدر تكتب البيانات اللي انت عايز تدخلها، الاوبننج ده هيبقى تمبليت هتشتغل بيه بعد كده، الاتشباك انا محتاج مثلا الاتشباك اكيوبمنت اهوت، ده الافتراضي بتاعك في التمبليت بتاعك. فزي ما انت شايف سهل جدا التعامل معاه، بيجيب لك كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاج تشتغل بيها، ادي المشاريع اللي انا كنت لسه عاملهم دلوقتي كتريننج، دول لسه مرفعين النهارده، ممكن تقول له انا عايز مشروع جديد، هتبدأ تختار بقى اسم المشروع وليكن مثلا زد، البيلدينج تايب، السكادول، ده مشروع حقيقي ولا تيست بتجرب حاجة، البروجكت لوكيشن تبدأ تحدد اللوكيشن اللي انت عايزه، هيبدأ يقول لك هو المعلومات الخاصة بدرجات الحرارة والتايم زون والعملة اللي هتشتغل بيها، تقول له كونتينيو وتقدر تعدل فيها. هنا بقى بيقول لك قبل ما اعمل مشروع، قبل ما اعمل مشروع هل انت عندك الصلاحية ان انت ترفع البيانات دي ولا لأ، هل عايز الناس اي حد يتواصل بيك ولا لا، هل انت عايز تشيرها مع الجرين بيلدينج ستوديو ولا انت ما عندكش صلاحيه ان تشيرهم معاهم، ولا انت اصلا موافق ان اي حد يشوفها، انا ممكن اقول له ايه شيرها بس كده اكزامبل، لا مش هشيرها، اوتوديسك بس هي اللي تقدر تصل بيا، تمام. فتبدا تختار ايه المعلومات اللي انت عايزها. طيب خلاص كده انت عملت المشروع بتاعك، ممكن تقول له انا عايز ادخل على المشروع، يبدأ يجيب لك المشروع هو اللي هو اسمه زد، تبدأ تشوف كل المعلومات اللي انت محتاجها، الاكشن انا عايز اعمل ابلود للجي بي اكس ام ال، طب ده انا هجيبه منين دوت، بسيطة تقريبا كل البرامج الخاصة بالبيم بتعمل اكسبورت للجي بي اكس ام ال، هتقول له اكسبورت جي بي اكس ام ال، هيبدأ ياخد كل معلومات المشروع، بيسألك هاخدها من الانرجي سيتنج ولا من الروم سبيس، تصدر الجي بي اكس ام ال وتروح واخده من هناك على طول. طيب خلينا نصدره على الديسكتوب، اول ما تصدر تروح للجرين بيلدينج استوديو وتقول له ابلود، يبدأ يرفع لي الموديل،
هو انا بيقول لي انت لازم تسطب ادوب فلاش، مجرد تسطب الادوب فلاش تقدر ترفع على جي بي اكس ايميل، فتلاقي كل المعلومات دي اتملت كأنك صدرت من الريفت.